وصل إلى مطار القاهرة آخر أفواج حجاج القرى قادمة من الأراضي المقدسة، حيث أشاد الحجاج بمستوى الاهتمام والرعاية الذي وفرته لهم بعثة وزارة الداخلية وأجهزة الدولة طوال فترة أداء المناسك. اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج في ضوء التيسيرات التي قدمتها بعثة حج القرعة لهم، فقد استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام. كانت رحلة جميلة والله، وكان إقامة كويسة، والحمد لله أن ربنا وفقنا، وبنشكر القيادة المصرية وبنشكر الرئيس السيسي، وتحيا مصر. الامور كانت متيسره معانا من ساعه ما طلعنا من هنا، من اول السفر لحد ما سكننا. بنشكر السيد الرئيس طبعا، جاي ساندنا هناك ووجوده برضه فرق معانا كتير هناك. شكرا لسياده الرئيس، شكرا شكرا شكرا. رحلة حجاج القرعة لهذا العام كانت متميزة في خدماتها والتيسيرات التي قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم في فنادق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين. الفنادق كانت كويسة جدا، معاملة الضباط كانت ممتازة وفوق الممتازة، ناس محترمين جدا 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 كلهم بلا استثناء. نشكر الرئيس ونشكر الدولة كلها ونشكر وزارة الداخلية كلها، لأنهم ناس قايمين بكل واجب. خدمات الحج القرعة 10/10، والفنادق كلها في رحلة الحرم، سواء في مكة سواء في المدينة. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه الدولة جامد بكل جهوده واتصالاته ودعمه للنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تعلو وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة في إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر. البعثة المصرية كانت فوق الوصف، وكانت يعني واقفة جانبنا واللي بنحتاجه بتلبهولنا. أشكر وزارة الداخلية ونشكر بعثة الحج على المجهود اللي قاموا به نحو تسهيل كل الإجراءات للحجاج. بوجه تحياتي وتقديري وإعزازي واعتزازي واعتزاز كل الشعب المصري الأبي المحب لتراب هذا الوطن للسيد القائد الشريف الأمين السيد الرئيس. ربنا يوفقه، سير على بركة الله سيادة الرئيس، والله معك، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. استمتعنا وانبسطنا وخدنا فيش بعد كده، وكل الحاجات الحلوه شفناها بصراحه. وهكذا عاد ضيوف الرحمن الى ارض الوطن بعد رحلة إيمانية صادقة، محملين بالآمال في أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء. تحيا